يوم تحسيسي لصالح العاملين في المجال الإعلامي حول الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة 2017. اليوم شمل عدة ورشات استعرضت آليات التوزيع ومجالات التدخل وأماكن العمل. هذا اليوم يوم تحسيسي للإعلاميين حول الحملة الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة التي تبدأ إن شاء الله في آخر سبتمبر هذا إن شاء الله، ليستفادوا منها 8 ولايات على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل ولايات الحوض، ترازة، قدماغة، قرقل، البراكنة، هي يتولى يتكفل بها منظمة استثمار النهر السنغالي، والهيئة المنفذة هي هيئة الصحة بلا حدود. بينما المرحلة الثانية تشمل 4 ولايات هما الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وتقانت، بالإضافة إلى 3 مقاطعات من تدخل الأنفيس اللي هما الهق وسلي بابي وكهد. المستفيدون من اليوم التحسيسي المخصص للإعلاميين استمعوا إلى عروض مفصلة عن الحملة التي تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهمية استخدام الناموسيات المشبعة. الهدف منها الأساسي هو عن 80% من سكان هذه المناطق المبوء يعودوا يرقدوا تحت الغبة المغمسة، توفر لهم مع حملة إعلامية كبيرة من أجل أن الناس تحثوها على 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 استعمال واستخدام هذه الناموسيات المشبعة والإقبال على 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 مراكز توزيعها وعلى الإحصاء والمشاركة فيها من أجل إنجاحها من أجل القضاء على الملاريا. ويعاني الموريتانيون في فصل الصيف من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الملاريا خاصة في مناطق الجنوب والشرق، حيث يمثل هذا الداء أول أسباب الاستشارة الطبية على مستوى الوحدات الصحية بمعدل 150 ألف حالة اشتباه كل سنة حسب إحصاءات وزارة الصحة الموريتانية.